السلطان، انتوا كويسين؟ الحمد لله احنا كويسين. وايه اللي انتوا لابسينه ده؟ مستخبيين يا باشا، البلد مقلوبه علينا. المهم هنوديها فين دلوقتي؟ نرجعها جنينة الحيوانات؟ لا طبعا انت غبي. امال ايه؟ بعد ما حررناها نرجعها القفص تاني؟ طب ايه، اخدها عندي في البيت؟ بيت ايه؟ احنا هندور على اي غابه نوديها فيها. انت منين انت؟ هو في غابه في مصر؟ ثانيه واحده، في غابه في مصر. فين؟ في مدينه الانتاج الاعلامي. طيبه قوي على فكره، بس انا مش عارف بقى ولد ولا بنت. لا بنت طب. مش عارفك. ده اسمها غوريلا. في ته مربوطه في الاخر، زي سمكه، زي نمله. يعني هي نمله، مفيش بقى مذكر، لانه مفيش نمل. انت عمرك سمعت حد بيقول نمل ذكر؟ لا، نمل جمع. نمل جمع، هم عندهم يا بنت يا كتير. فدي غوريلا، جمعها غوريلا. يعني دي بنت. دي بنت. ممكن تبطلوا فاتي وهاري انتوا الاثنين عشان داخلين على البوابه؟ على فكره طيبه جدا، لو عايز تطبطب عليها مش هتعمل لك حاجه. مش دي يا ابني، دي جميله. انا هسميها نيهال. لا لا ما تهزرش، دي اسم امي. اسم امك نيهال؟ اه. وانت مش يتيمه بقى كده؟ رخص لو سمحت. السلام عليكم. رخص لو سمحت. افتح الشنطه بعد اذنك. اتفضلي. الشنطة تمام؟ الشنطة تمام. نيهال، احنا يمكن ما قضيناش مع بعض وقت طويل، بس انا مش هنساكي. تقوليش حاجة، محدش بينجرح قوي لما بيحب قوي. لو ربنا كاتب هتتقابله تاني، هتبقى من نصيبك. سلطان، بالنسبة للأنفض اللي كنا اشتريناه سوا، عامل إيه؟ أنفض؟ أنفض إيه؟ أنفض إيه؟ حرام عليكي، لسه مهربين غوريلا وبتتكلمي في أنفض؟ عادي على فكرة، بطمن مفيهاش حاجة. تطمني إيه يا بنتي؟ الراجل كان هيموت. الراجل كان هيموت وكنا هنروح في داهية. أنت خلاص. إيه؟ ده إيه السخافة دي؟ بهجة فيها بهجة يا بنتي، ست سخيفة جدا. خلاص يا بهجة. لا سخيفة. على فكرة صاحبك ده قليل الذوق. وانت سخيفة. خلاص معلش يا بنتي. انت سخيفة قوي بجد. هزقك. خلاص سخيفة. هو مش هيقول حاجة تاني يا مهزق. سخيفة. مش هيقول حاجة تاني خلاص. هقول سخيفة. طب خلاص تعالي تعالي، شنو انت اصلا؟ يا سخيفة. سخيفة.